لجنة الخارجية صدقت بمجلس المستشارين بالإجماع على مشروع قانون بشأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوصفة مكفولية الأمة. مشروع القانون من شأنه أن يساعد الأطفال المستفيدين من الاندماج في الحياة العامة، كما سيمكن الأطفال الحاملين لصفة مكفولية الأمة من الاستفادة من الرعاية النفسية والصحية والمادية. بفضل الرعاية الملكية السامية يستفيد هذا الأطفال من مساعدة مالية شهرية ديال 1250 درهم ومجانية العلاج والتمدرست، ومن جهة أخرى تخفيضات في جميع وسائل النقل، وفي المستقبل إن شاء الله الأسبقية في الولوج إلى المؤسسات التعليمية والتكوين والوظيفة العمومية. وعملاً على تطبيق أحكام مشروع القانون الخاص بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوصفة مكفولية الأمة، تنص المادة الثانية منه على إحداث لجنة إدارية على مستوى كل من عمالة مراكش وأقاليم كل من الحوز وشيشاوة وتارودانت وورزازات وأظلال. اللجنة ستعمل على حصر وإعداد قائمة الأطفال المستفيدين من صفة مكفولية الأمة.